السلام عليكم أعزائي متابعي قناة مدرسة الشاذلي. اليوم غادي ندوزو صفحة 211 من كتاب اللغة العربية واحد الكلمات المستوى الرابع ابتدائي. تطبيقات كتابية في دفتري الوحدة السادسة الأسبوع الثالث السياحة. نبدأ بأقرأ. أقرأ النص قراءة صامتة ثم أكمل ضبطه بالشكل الثاني. أقرأ النص قراءة صامتة ثم أكمل ضبطه بالشكل التام. إن السياحة في المغرب متحدثة عن نفسها دون ما دعاية، وذلك بما يزخر به هذا البلد من تنوع العروض السياحية المذهلة، مما يجعل لكل منطقة مذاقا ومتعة. إن موقع المغرب متميز، فالشواطئ الخلابة ممتدة على طول السواحل. جبال الأطلس بقممها العالية مسهمة بشكل كبير في جذب السياح لممارسة الرياضات الجبلية واستكشاف المغارات والكهوف، بالإضافة إلى ما يمتلكه المغرب من المعالم الأثرية التاريخية الممثلة لمختلف الحضارات التي عاصرها هذا البلد. أعيد القراءة. إن السياحة في المغرب متحدثة عن نفسها دون ما دعاية، وذلك بما يزخر به هذا البلد من تنوع العروض السياحية المذهلة، مما يجعل لكل منطقة مذاقا ومتعة. إن موقع المغرب متميز، فالشواطئ الخلابة ممتدة على طول السواحل. جبال الأطلس بقممها العالية مسهمة بشكل كبير في جذب السياح لممارسة الرياضات الجبلية واستكشاف المغارات والكهوف، بالإضافة إلى ما يمتلكه المغرب من المعالم الأثرية التاريخية الممثلة لمختلف الحضارات التي عاصرها هذا البلد. المطلوب منا من بعد القراءة الصامتة أننا خاصنا نكمل ضبط النص بالشكل التام. إذا لاحظتوا عندنا هنا الجمل المكتوبة باللون الأزرق هي الجمل اللي ما مشكولاش، إذا غادي نعاود نقراها. عفوا. إن السياحة في المغرب متحدثة عن نفسها. إن السياحة في المغرب متحدثة عن نفسها. هنا يزخر به هذا البلد. يزخر به هذا البلد. يجعل لكل منطقة مذاقا. يجعل لكل منطقة مذاقا. إن موقع المغرب متميز، فالشواطئ هنا ممتدة. ممتدة. جبال الأطلس بقممها العالية. جبال الأطلس بقممها العالية مسهمة بشكل كبير في جذب السياح. مسهمة بشكل كبير في جذب السياح. ما يمتلكه المغرب. دوزو لأفهم الأسئلة ديال هنا. أفهم عندنا فيها سؤالين. دوزو السؤال الأول. أفهم. ما الذي يميز سياحة عفوا المغربية؟ ما الذي يميز السياحة المغربية؟ هذا بالنسبة للسؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني، ما الذي يجذب السياح إلى المغرب؟ ما الذي يجذب السياح إلى المغرب؟ يعني أول سؤال مطلوب منا هو أننا نقول شنو اللي كيميز السياحة المغربية. ثانيا نقول شنو اللي كيجذب السياح إلى المغرب. شنو اللي كيميز السياحة المغربية؟ إذا السياحة المغربية شنو كيميزها؟ تنوع العروض السياحية المذهلة في المغرب. هادشي اللي كيميز لنا السياحة المغربية هي تنوع العروض السياحية المذهلة. ثانيا، ما الذي يجذب السياح إلى المغرب؟ شنو الحاجة اللي كتجذب لنا السياح للمغرب؟ هي الشواطئ الخلابة وجبال الأطلس. هادو هما جوج ديال الحوايج اللي كيجذبوا لنا السياح للمغرب. نكتب هنا. أفهم الإجابة على السؤال الأول، ما الذي يميز السياحة المغربية؟ هو تنوع العروض السياحية المذهلة. تنوع العروض السياحية المذهلة عفوا. سؤال ثاني، ما الذي يجذب السياح إلى المغرب؟ ما الذي يجذب السياح إلى المغرب؟ هو السؤال الثاني. إذا شنو كيجذب السياح للمغرب؟ عندنا هنا الشواطئ الخلابة وجبال الأطلس. من بين الحوايج اللي كيجذبوا لنا السياح لزيارة المغرب هما الشواطئ الخلابة اللي عندنا في المغرب وأيضا جبال الأطلس. دوزو دابا لأطبق. أطبق. عندنا هنا الصرف والتحويل. أستخرج من النص ما أعبئ به الجدول الآتي.
استخرج من النص ما أعبئ به الجدول الآتي. المطلوب منه أننا نستخرج من النص داكشي اللي نقدو نعبئ أو نملء به الجدول الآتي. عندنا هنا مفرد مذكر معرفة، خصنا أول حاجة يكون مفرد مذكر ثم معرفة، ثانيا مفرد مؤنث ونكرة، ثالثا اسم موصول مشترك فيه اسم إشارة للمذكر البعيد ومضاف إليه. أنا ما عاودتش كتبت الجدول، كتبت كل حاجة بوحدها، نتوما تقدروا تعبؤوا أو تملؤوا الجدول. عفوا، عندنا هنا مفرد مذكر معرفة. أول مطلب عندنا هو أن يكون نجبدو من نستخرجو من النص مفرد يكون مذكر ويكون أيضا معرفة. عندنا هنا المغرب وعندنا البلد، المغرب راه مفرد وراه مذكر وراه اسم معرف، أيضا هنا عندنا البلد راه مفرد ومذكر وأيضا اسم معرف. اسم عفوا مفرد مؤنث نكرة، خاص ثاني حاجة نجبدوها من النص يكون مفرد مؤنث ونكرة. هنا عندنا متحدثة راها مفرد مؤنث ونكرة، لا لاحظتوا ماشي ما فيهاش الالف واللام. هنا عندنا متعة ايضا راها مفرد ماشي جمع، ومؤنث ماشي مذكر، وايضا نكرة ماشي معرفة. اسم موصول مشترك فيه عندنا هنايا التي، اسم إشارة للمذكر البعيد ذلك، مضاف ومضاف إليه عندنا هنا التنوع العروضي، تنوع العروضي وحيد. مفرد مذكر معرفة عندنا هنا المغرب وعندنا البلد، مفرد مؤنث نكرة عندنا متحدثة وعندنا متعة، اسم موصول مشترك فيه عندنا التي، اسم إشارة للمذكر البعيد عندنا ذلك، مضاف ومضاف إليه عندنا تنوع العروض. ندوزو للسؤال الثاني. سؤال ثاني، أحول الجموع التالية إلى مفردات ثم مثنيات. أحول الجموع التالية إلى مفردات ثم مثنيات. هنا عندنا قمم مغارات معالم كهوف، قمم مغارات معالم كهوف. المطلوب من نفس السؤال شنو هو؟ هو أننا هنا عندنا لاحظتوا كلمات هما كاينين في الجمع، المطلوب منا أننا نرجعها إلى مفرد ثم إلى مثنى. هنا مثلا قمم خصنا أول حاجة نرجعوها للمفرد، شنو هو المفرد ديال قمم؟ هي قمة، وايضا نرجعها للمثنى، وكذلك الكلمات اللي بقات. عندنا مغارات معالم كهوف، اول حاجه قلنا قمم شنو هو المفرد ديالها؟ هو قمه، والمثنى ديالها هي قمتان. مغارات هي الجمع، المفرد ديال مغارات عندنا مغاره، والمثنى ديال مغارات هي مغارتان. ثالث كلمه هنا عندنا معالم، معالم اللي هي جمع، الى رجعناها للمفرد غادي تولي معلمه، والى رجعناها في المثنى غتولي معلمتان. كهوف المفرد ديال كهوف هو كهف، والمثنى ديال كهف هي كهفان. نكتب ثانيا قمم قمة قمتان، مغارات مغارة مغارتان، معالم معلمة معلمتان، كهوف كهف كهفان. أعيد، قمم قمة قمتان، مغارات مغارة مغارتان، معالم معلمة معلمتان، كهوف كهف كهفان. ندوزو للسؤال ديال الإملاء. عفوا، السؤال عندنا في التراكيب. أولا أستخرج من النص جملتين ثم أبين في ترسيم عناصرهما وفق ما يلي: جملة فعلية فعلها لازم، جملة فعلية فعلها متعد. مطلوب من نفس السؤال شنو هو؟ اننا نستخرج من النص جوج ديال الجمل، وغادي نبينوا في الترسيمه العناصر ديالها وفق ما يلي: جمله فعليه يكون الفعل ديالها لازم، وجمله فعليه يكون فعلها متعدي. حنا شرحنا شنو هو الفرق ما بين الفعل المتعدي والفعل اللازم، قلنا ان الفعل اللازم هو الذي يكتفي بالفاعل فقط، والفعل المتعدي هو الذي يتعدى الفاعل الى مفعول به. استخرج، هنا عندنا الجمله اللي فيها الجمله الفعليه اللي فيها الفعل لازم، هنا عندنا يسخر به، هنا يسخر فعل، هنا جاء فاعل مؤخر، به جر ومجرور. الفعل المتعدي يمتلكه، هنا عندنا يمتلك، هنا فعل، هنا فاعل مؤخر، الهاء جات هي المفعول به. ندوزو للاعراب. اعرب ما تحته خط في النص، اعرب عفوا ما تحته خط في النص. الا رجعنا للنص غتلقاو بعض الكلمات تحتهم خط، هذوك هما الكلمات اللي مطلوب منا اننا نعربوهم. عندنا البلد نعت لهذا او بدل لهذا، مذاقا مفعول به ثاني،
موقع اسم إن منصوب مسدس خبر الشواطئ، المغرب فاعل مؤخر للفعل يمتلك. أعيد، عندنا البلد نعت لهذا أو لبذل لهذا، مذاقا مفعول به ثاني، موقع اسم عفوا موقع اسم إن منصوب ممتد خبر الشواطئ، المغرب فاعل مؤخر للفعل يمتلك. دوزو دابا الإملاء. الإملاء، استخرج من النص كلمة تبتدئ بهمزة الوصل وكلمة تبتدئ بهمزة القطع. يعني المطلوب منا بسيط في هذا السؤال هو أننا نجبدو جوج ديال الكلمات، الكلمة الأولى يكون فيها همزة وصل والكلمة الثانية يكون فيها همزة قطع. كمثال هنا عندنا الإملاء، همزة وصل عندنا استكشاف، همزة القطع عندنا إن والأطلس. همزة وصل عندنا هنا استكشاف، همزة القطع عندنا هنا إن وعندنا الأطلس. إذا أعزائي المتابعين، كانت هذه الصفحة 211 من كتاب اللغة العربية، واحد الكلمات لمستوى الرابع ابتدائي.